تفضل يا استاذ علي. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. شلونك شيخ؟ الحمد لله رب العالمين بخير حال، تفضل. انا شيعي وايد اصير سني. ما تصير سني، تفضل صير سني. اي شنو اقول؟ عم اصير سني. قول معايا: اللهم إني أبرأ إليك من كل الشرازية. شنو شنو؟ اللهم إني أبرأ إليك من كل الشرازية. دك الخير. والله أنا كنت عارف يا أستاذ. أيوة أنا عارف يا عم الحاج، والله أنا عارف. أنا كنت عارف، نعم والله كنت عشان عارف. كده سبحان عشان الله. كده ابتديت أعكس لهم الكلام. يعني أنا كنت الأول أقول لهم إيه؟ قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إني أبرأ إليك من كل من قال بتحريف القرآن، اللهم إني أبرأ إليك من الشرك، اللهم إني أبرأ إليك من سب الصحابة. فهم تجاه عكس لهم الموضوع. الأول ببتدي بإيه؟ اللهم إني أبرأ إليك من المراجع، اللهم إني أبرأ إليك من الشرازية، وأعكس لهم الموضوع وخلي الشهادة في الآخر. الله المستعان. لا إله إلا الله. يعني هم الآن أطفال أطفال، تحس إن أنت بتلعب في جبلية قرود. يبينون مستوى، تحس إن أنت بتلعب في جبلية قرود والله. تفضل يا فدوة. شيخ وليد تسمعني؟ اسمعك، تفضل. دونك شيخ بارك. والله بخير حين الحمد لله. صوت سمحت مار عليك ولا ما مار عليك؟ صوتك ايه مار عليك سابقا؟ هو ممكن يكون مر في قوله تعالى إن البقرة تشهب علينا. شيخ وليد أنا علي أبو البشبش. من عشان كده بقول لك إن البقرة تشهب علينا. انزل يعني انزل يعني. ما هو تقريبا اسمه علي البشبشي، لأن أنا دايما أقوله بالشال، فلذلك سمي بالبشبش. الله مستعان. غيره تفضل يا علوش. وعليك السلام علوش، تفضل علوش. السلام عليكم. عليك السلام. في حد يا اخوانا بس غامض، في حد غامض، في حد بيتكلم بس غامض. تفضل يا علوش. واسمع اسمع عرض اقول لك ايه، النت عندك ضعيف، انزل وارجع تاني. ها لا لا انا اتقوم ضعيف. طيب اتفضل يا علوش انت يلا. سامع باسم الكربلائي ايش يقول؟ باسم الكربلائي. الو. اي نعم. بتقول نعم باسم نعم. الكربلائي ايش يقول؟ ايه معلش صوتك مش واضح، انت بتقول ايه؟ باسم الكربلائي ايش يقول؟ شو يقول؟ تدري شو يقول؟ نعم، يقول أن الشيعة كالحمار يحمل أسفارة. أنا مش عارف يعني هو اللي داخل أساسا، يعني داخل وعشان يسب ولا عشان يشتم؟ يا عم ده موضوع فيه علم، يعني ما ينفعش نكونوا مؤدبين، لازم يطلعوا اللي تحت لسان الواحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما جاي اسبك والله، والله يا شيخ وليد ما اسبك، وتدري باسلوبه انت وتعرفني حق المعرض. طيب يا عم انا انسان مو سباب. اتفضل. شيخ وليد، شيخ وليد انا انسان مو سباب، وانت تعرفني وصلني اول ما بدات الثلاث معارض. بس يا عم عندي سؤال، عندي سؤال شيخ وليد والله العلي. سؤال في الخمس، سؤال في الخمس. طيب طيب بس اسمعني اجاوبك على الخمس. والله والله جاوبك. سؤال في الخمس. طيب اجاوب. بقول لك انا ما بسب. يقول لك انا نعم ما بسب. نعم. لا حول. نعم لا حول. يقول لك انا ما بسب وانت عارفني ما بسب. يا اخوانا بفضل الله يعني... بفضل الله بفضل الله بفضل الله وليد اسماعيل عامل لهم ازمه نفسيه، عامل لهم ازمه نفسيه.
وهم الآن يصعدون حتى يشوهون صورتهم أكثر أمام الآلاف من الناس. سبحان الله. وهذا من حكمة الله عز وجل. سبحان الله. الله المستعان. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل يا ابن العراق. الله واديك استاذ وليد، ليش تتهرب من امير القريشي وعلى المهدوي؟ ليش ما تناظر الظل باستغلط وهاي تطلع؟ واحدة واحدة. انا ما كنتش مصدق ان انت ابن العراق كلها لحد ما اتكلمت، وطلعت فعلا ابن العراق كلها، بس مش عارف عملوه ازاي يا ابني. ده انا حددت له 10 10 الساعه 10، اعطيته شهر عشان يناظرني، اعطيته شهر عشان يناظرني امين القريش، وهرب في الاخر. بس عملوه ازاي يبقى ابن العراق كلها؟ الله المستعان، عندهم قدرات خارقه.